ريسيب مهم جدا عشان ترجع اي لبس انت اشتريته. فانا للاسف كنت شاريه بنطلون ومش معايا ريسيب، بس المقاس طلع بس مش مظبوط، فانا عايزه اغيره، فهجرب كده اغيره من غير ريسيب، وخليكم معايا اشوف هينفع ولا مش هينفع. طبعا بدات اليوم بكريسبي اند كريم دونات، وعندهم دونات جميل جدا، وفي كورنر للاطفال كمان يقدروا يرسموا اللي هم عاوزينه، بيعلقوا رسومات على الحيطه، في حركه لذيذه جدا ان انت يعني تفطري في رواقه وتخلي ابنك يرسم. الدونات طعمه لذيذ جدا. ده المحل اللي انا اشتريت منه البنطلون، وكنت داخله وانا متوتره شويه، ولكن كلمت مع السيلر وقلت لها المشكله اللي انا واجهتها. اوكي يا جماعه، انا دلوقتي دخلت المحل عشان ابدل البنطلون، وشرحت لها ان انا ما خدتش ريسيب، وقلت لها الدليل الوحيد اللي معايا انا اشتريت منكم ان انا دفعت بالموبايل ومعايا ترانزاكشن بتوضح اسم المحل. وردت لها ووافقت ان انا ابدل البنطلون. اهم حاجه يكون معاك دليل انك اشتريت من المحل ده. ده طبعا حسيت ان انا عملت انتصار عظيم جدا، ولكن خلينا افكركم ان كل المنتجات اللي بتشتروها من هنا قدامها 28 يوم للاستبدال، ولو حاجه عليها سيل بيبقى قدامها 8 ايام بس. ما تقدرش ترجع الفلوس لو حاجه عليها سيل، ولكن لو 28 دايز والحاجه عاديه تقدر ترجع الفلوس للكارت بتاعك. تاني حاجة ان الافضل تدفع بالكارد بتاعتك، لان الترانزاكشن كلها هتبقى موجودة في الكارد. لو لا قدر الله ضاع منك الرسيد او نسيت تاخده زي حالاتي كده، هيبقى الترانزاكشن الحل الوحيد ان يرجع لك فلوسك او تبدل. لو الفلوج عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك.